أهلا بكم، تتابعون معنا الليلة في الأخيرة. التونسيون يصوتون في الاستفتاء على الدستور الجديد وسط حديث عن تدني مستويات المشاركة واتهامات للرئيس التونسي قيس سعيد بخرق الصمت الانتخابي. إلى الملف الروسي الأوكراني، وشركة غاز بروم تعلن عن توقف محرك آخر في خط نورد ستريم 1 ومخاوف من ارتفاع أسعار الغاز عالميا. مواضيع أخرى من العراق، إيران، مصر وغيرها تابعوها معنا على شاشة التلفزيون العربي والبث المباشر على اليوتيوب 8 بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت القدس. معي أنا رولا حيدر.